أنا بشوف يا أستاذ يحيى إن الست اللي بتتطلق من جوزها أو جوزها مثلا يتوفى بس هو غالبا اللي بتبقى فيه شوية إيه مشاعر كده شوية مش هقول سوداوية عشان حرام لأن دي أم في الآخر بس هقول مشاعر تقيلة اللي هي ربت لوحديها اللي هو شالت الهم لوحديها علمت كبرت ودت لغايه ما كبرت في السن في ستات بترفض تتجوز ده بتاعي ايوه ايوه <applause> انا انا واصله لك انا جايه طبعاً،, طبعا طبعا شفت انت كاتش على طول ده بتاعي <applause> ده بتاعي اللي انا شقيت التملك. عليه اللي انا قضيت حياتي وما رضيتش اتجوز عشان اربيك التملك. انا ما رضيتش ادخل راجل غريب البيت عشان اربيك اعتقد الست دي اكتر ست بتبقى مش عايزه حد يجي جنب ابنها هي عايزاه يتجوز اه ويخلف اه ويعمل عيله اه بس انا رقم واحد انا رقم واحد قبل مراتك وقبل عيالك وقبل كل شيء. هل الانفصال وان الست بتربي لوحديها ده بياثر عليها سلبي كده تحس ان هي ست صعبه؟ آه النموذج ده آه موجود آه كتير حتى وهو عايش آه وعلى فكره بقى الست دي حتى لو جوزها عايش آه هي الست اللي لما جوزها يجي يتكلم مع اولادها لو سمحت ما تتدخلش انت انا هتدخل آه فتبقى شخصية قوية حتى لو جوزها موجود مش قوية هي عندها مشاكل تانية هي عندها مشاكل ما أنا عايز أعرف ايه هي المشاكل بالظبط المشاكل عشان نعالجها حب التملك أو. دول بتوعي اتاتش بقى في تعلق تعلق وربطت نجاحها بإن الولد نجاحه من نجاحي آ... نجح أنا اللي نجحت على فكرة أولادنا مش بتوعنا اوعوا اوعوا من من الخدعه دي اه انت قلت لي الكلام ده قبل كده ويا ريت نعيده تاني ان ولادنا مش ملكيه خاصه على فكره احنا لا نملك في ولادنا شيء. اوعوا نضحك ونصدق الكذبه دي ان دول بتوعنا. مم. احنا لا نملك احنا جينا رساله ليهم نساعدهم ان هم يبقوا اسواق نساعدهم يحققوا اللي عايزينه نساعدهم يكونوا مرتاحين مع نفسهم. ايوه بس ازاي لا نملك شيء برضه يا استاذ يحيى يعني ايه لا نملك شيء يعني انا اكبر واكبر واشقى واربي واعلم و... وفي العاية بجري وفي السخونيه بقعد وبسيب شغلي و... وباخد حاجات وقصات عشان العيال ودروس العيال و... ها حياة عارفه بتفكريني بايه؟ حياة عارفه بتفكريني بايه؟ <applause> انا بعد كده ازاي ما الاقيش بنتي جنبي ده انا بجنن عارفه بتفكريني بايه؟ ايه؟ عشان بنبذل مجهود في حته معينه فبدون ما بنشعر باللاوعي كده بنحس بتاعتنا دي بتاعتي اه بتاعتي لا فوق ويك <applause> اب يعني اللي هو اصحى كده دي مش بتاعتنا <applause> لا نملك ابدا فيهم شيء وده انا دايما افكر نفسي بيه اوعى تفتكر ان دول بتوعك انت نيتك ايه؟ نيتي ان انا اساعدك نيتي ان انا اقف جنبك لان انا كان دوري في يوم من الايام ان انا اخد قرار ان انا اتجوز خلف